عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. حيث اعلنت ثالث انطلاقات هذا اليوم والخاص ايضا بانطلاقة الحول ايضا باندفاعات هذه الشعارات. وكما شاهدنا الاشواط الرئيسية، الشوط الاول الخاص بذل الذي ذهب مع الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غيات الهلالي، تهانينا لهجن العاصفة ولغيات الهلالي. بينما شوط الزمول الرئيسي في هذا الصباح ذهب مع شاهين لهجن الرئاسة بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تهانينا ايضا لهجن الرئاسة على هذا الفوز. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، هنا الانطلاقات والتواصل الجميل في ثالث اشواط هذا اليوم، ثاني اشواط الذلل. 8 كيلومترات هي المسافة المقررة. مباشرة اسير الى مقدمة الشوط وتعرف على هذه الاسماء وعلى هذه الانطلاقات الجميلة. الصدارة المركز الاول، المقدمة الاولى، هناك افراح لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. بينما الشاهينية بالمركز الثاني من هجن العاصفة غيات الهلالي يدير عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث وصلت فيه ايضا الشاهينية لهجن الرئاسة واحمد بن مايد الخيلي يضمرها. بينما اللي في المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات ايضا تاتي هجمه لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال الهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي يتقدم مع هذا الشعار، بينما الوثبه تاتي وتاخذ المركز الخامس لهجن الرئاسه ويتقدم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما شواهين القاتمه على المركز السادس لهجن الرئاسه المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ياخذ المركز السادس. المركز السابع هذه صواب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي ضمرها. بينما المركز الثامن وصلت فيها ملولة لهجن الرئاسة والظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز التاسع شواهين لهجن الرئاسة، يتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيريات المجازف مقدما هذه الانطلاقات. بينما المركز العاشر القادمة ايضا زلزلة لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل المري، يتقدم البرنس ليقدم لنا هذا الاسم ويتقدم بشعار هجن الشحانية. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هذه نتيجتنا وندانا الاول. من هنا التحول الى مقدمة الشوط، الى الصدارة، الى المركز الاول. افراح على المركز الاول، افراح على الصدارة الاولى لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يدير عملية التضمير والتدريب. غيرت الشاهينية، خذت المركز الاول لهجن الرئاسة احمد بن مايد الخيلي في تضميرها وتدريبها يتقدم من خلال هذا التواجد. افراح خذت المركز الثاني، الوصول في ثالث المراكز. هذه هي هجمة او هجة وصلت لسمو الشيخ سيف بخليفة بن سيف ال نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي. يا سلام يا سلام التغيير من خلال هذا الشعار العيناوي الذي يتقدم من خلال هذا الشعار وهذا الاسم الذي سطر انجازات كبيره من خلال هذه المنافسه. ولكن الوثبه خذت المركز الرابع لهجن الرئاسه وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا الوثبه. من قدم لنا شاهين في الشوط الماضي ياتي هناك ايضا مع المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة وغيات الهلالي، ياتي ويبحث ايضا عن النقطة الثانية كما قدم لنا في اول اشواطه هذا الصباح الشاهينية. وصلت شواهين، تقدمت شواهين، خذت المركز ايضا السادس في هذه اللحظات لهجن الرئاسة
وبيتقدم المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذه التحديات في هذا الشوط أيضا الجميل والرائع والسريع نسبة ما من خلال هذه المنافسة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام ناتي بالمركز السادس، وصلت صواب، تقدمت صواب لاسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد يقدم لنا صواب في هذه اللحظات. المركز السابع شواهين، أيضا يأتي شعار هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما زلزلة لهجن الشحانية خذت المركز الثامن، وجار الله بن محمد بن عقيل المري يتقدم البرنس ليقدم لنا هذه الانطلاقة، ليقدم لنا هذه التحديات. الدخول من الشاهينية على المركز التاسع لهجن العاصفة وغياث الهلالي، هملولة في المركز العاشر لهجن الرئاسة وبقيادة ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا هذه أيضا الانطلاقة القوية والعملاقة. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هكذا نتيجتنا وهكذا ندانا للعشر المراكز الأولى، للعشر المراكز المتقدمة في هذا الصباح الجميل، في هذا اليوم الرائع، في انطلاقات سن الكبار. ولكن اللي غيرت الصدارة شواهين، غيرت المركز الأول شواهين، هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم، أبو سعيد المجازف يقدم هذه الانطلاقة، يقدم الشعار الحمر، يأتي بالمركز الأول، بينما المركز الثاني هجة لاسم الشيخ سيف خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي يقدم هذه التحديات. المركز الثالث الوثمة لهجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع تدخلت الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي، بينما الشاهينية في المركز الخامس أيضا تأتي بشعار هجن الرئاسة وأحمد بن مايد الخيلي. هذه الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المتقدمة، الخمس المراكز المنافسة من خلال هذه التحديات. بينما الوصول ايضا من صواب لاسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفه بن سلطان بن رشيد ياتي في المركز السادس، شواهين في المركز السابع لهجن الرئاسه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ضمرها، بينما هناك الدخول من الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي بدأ يقدم هذه الانطلاقة، بدأ يقدم هذه الاندفاعة، بدأ يغير من خلال هذه المنافسة. ولكن هناك زلزلة، وصلت شعار هجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري يأتي في هذه الاندفاعة، يأتي في هذه الانطلاقة، وينطلق هناك مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في اندفاعات ثاني أشواط الدلل، ثالث أشواط هذا الصباح. هكذا النتيجة، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى، إلى شواهين. ما زالت في الصدارة شواهين، ما زالت في المركز الأول شواهين لهجن الرئاسة المجازفة. أيضا يتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يقدم اندفاع، يقدم انطلاقاته لياتي بهذا الاندفاع القوي والتحدي المثير. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام على الصدارة الاولى، على المركز الاول، بينما هناك ايضا هجة تاتي في المركز الثاني لاسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، بينما هنا الوثبة خذت المركز الثالث لهجن الرئاسة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع وصلت هجن العاصفة، تقدم لنا ايضا الشاهينية لهجن العاصفة، ليتقدم هنا ايضا غياث الهلالي. شواهين القادمة على المركز ايضا هناك الخامس هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم هذه الاندفاع وهذا التحدي المثير. مشاهدين الأعزاء المركز السادس وصول من الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي. هكذا النتيجة،
هكذا الأسماء القوية والعملاقة، الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير، للكيلو المهير، للتحديات القوية. شواهين على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على مقدمة هذا الشوط شواهين على المركز الأول، العصافة الأبطاني المجازف بدون أي أوامر، الثمانمائة متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة أيضا تأتي هنا الشاهينية على المركز الثاني لهجن العاصمة، غياث الهلالي الوثبة في المركز الثالث، هناك هجن الرئاسة سلطان بن محمد الوهيبي المركز الرابع، أيضا الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، العصافة الأبطان، العصافي أمان، الحمر يتغزل بالمركز الأول من خلال اندفاعات شواهين هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم على الصدارة الأولى بدون أي أوامر، العصافي الأبطان تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، لعشاقها، لجماهيرها، لمضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. سلام 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 هجن الرئاسة، سلام محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصمة، ثالثا شواهين، هجن الرئاسة رابعا الوثبة، هجن الرئاسة خامسا أيضا هجن العاصفة مع الشاهينية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. هكذا مشاهدين الأعزاء نعود بالتوقيت الزمني ونعود بالأداء الجميل، حيث أيضا ظفرت شواهين بالمركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز. هناك التوقيت، اثناعشر دقيقة 18 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس العصافة الأبطان بدون أي أوامر، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 12 دقيقة 20 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا على فوز الشاهينية بالمركز الثاني، تهانينا لهجن العاصفة ولغياث الهلالي المركز الثالث، وصلت فيه شواهين ب 12 دقيقة 22 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم في تحدي انطلاقاتنا اليومية.